باي لكم. اجل انجي مستمعين صباح الخير عليكم ومتسمعوا الى اخبار الخير ومرحبا بكم في قناة الراديان. قناة الراديو اللي ديما كتقدم لكم برنامج زويلكم منكم واليكم. إذن أعزائي المستمعين مرحبا بكم ومرحبا بالجالية المغربية فين ما كانوا من طنجة الكويرة. إذن حكمة اليوم أعزائي المستمعين هي أشخاصكم المحاميين دعوة مع الفنانين. واللي بغى يتصل بينا ويشارك معنا الزوال ديالو معلي غير يتصل على 0620 23 43 0620 23 43. الزوال ديال اليوم اعزائي المستمعين بحال بغيتي تقول شريتي شي ارض فلاحيه وبغيتي تفلح فيها ياك، ومشيتي شريتي سيدي الجريعه ديال البطاطا وجرعتي البطاطا ومشيتي سقيتيها سيدي وكتسناها تنوض، فاش ناضت ناض الفجل تما تاكد بلي هذاك اللي باع لك الارض كان كيجري فيها الكيف، والارض راه باقا مبوقه لدرك. احمد الله ما ناضش لك الخيزو افتحوا الراحه. تبايلكم الزبله الاولى اعزائي المستمعين هي اللي كيديروا الاحجاب ديالنا. تبارك الله عليهم والسرورات عليهم والله يحجبهم من العين. عرفتي زوينين 5 سنين على قدا وهما راكدين جارين عليهم الماطا وشادين دفع، ما كاين لا خدمه لا خروج لا والو. والزوينه هي كيبقاو يتلاقاو مع بعضياتهم ويبقاو يبجلوا ويمدحوا بعضياتهم. ابو مستاج تبارك الله عليك، ابو الحياة الله يكمل بخير، ابو صليعه تبارك الله داكشي زوين، ابو الحناكو داكشي شرحتو داك الناريات، ابو صليعه نتي من داكشي نايده جيمات. كيقرب موسم السيادة الحبيب وكيبداو يتيروا بعضياتهم، اللي شاد شي دوسي يبدا يفلق بين اخر. هاك تا هاك تا هاك تا زعما كتجبدوا الدواسي على بعضياتكم باش نتعاطفوا معكم باش تخرس باش تخسر ليماج ديال الاخر باش نصوتوا عليكم. والله هما كانت 6000 ريال لا صوتني على شي واحد. الحجب اللي صوتني عليه يطلع يبقى يزيد علينا في البوطا ويزيد علينا في الدقيق ويزيد علينا في المواد الغذائيه، تا حنا نزيدوا 500 درهم عاد نزوتو على واحد، تا حنا نزيدو في اصواتنا، اصواتنا غاليه نامس. يلا تبايلكم. الزبله الثانيه اعزائي المستمعين هي اللي دار عمي العثماني او الثاني. عرفتي هاد العثماني داير معنا ابونمون في هاد البرنامج هذا، تا ما كنقولو هاد الحلقه هادي ما ندويوش عليه، وكيديرها كحلاج حلا برتقاليه ما فيها ما يتشاف. نطي يا سيدي كرئيس حكومة مانع على الشعب انه يدير تجمعات ويخرج ويقلوش ومجموعين، سديتي القاوي سديتي الجوامع قلنا ما كاين باش اجراءات ديال كورونا. وريني باش نوض كامين عام ديال العدالة والتنمية وطلب الناس يخرجوا يديروا مظاهرة تضامنا مع فلسطين، وهذا هو طنز. تا سادة العباد الله من هاتجيك وطلبهم يخرجوا من هاتجيك هادي يطلع تاكل الهند نزيدك وقالي لك الواعره في هادي الشيء كامل شناهي. هو سيدي مني رفضوا لي هاد المظاهره هادي نطي درتي بلاغ حق حنايا وملكاتها وبليها ومنعتو علينا. لا انا شاك والله اعلم ان هاد العثماني هذا تخليه المخسر صافي شاك قفي ما يجمع. تبايلكم. الزبله الثالثه اعزائي المستمعين هي اللي داروا شي فنانه نهضوا سيدي دارو شي سلسله في رمضان كيهضروا سيدي على المحامين، نهضوا دعوهم محامين. درتو سيدي سلسله كتهضر على الفرمليات، نهضوا دعوهم فرمليات. نهضوا سيدي درتو سلسله كتهضر على العساسه، نهضوا دعوهم العساسه. هضرتو على شي واحد سيدي خدام في سيكاك، نهضوا دعوهم سيكاك. ولا هاد القباله سيدي الفنان مابقى شي يهضر كاع، غيولي يهضر على موالين الطاكسيات ينوض ليهم لامين ديال الطاكسيات يدعيهم. تنهضر على الحيوانات تنوض لك جمعيه ديال الحيوانات كامله تدعيهم. تنوض سيدي تهضر على الحشره تجي لك شنيولة كامله تقرشك. تنوض تهضر سيدي على الناس الكبار ينوضو لك دار العجازة ديك. هضرتي على الدراري الصغار ديك فري فاير. انت سيدي دويتي على دوك الخضره والماكله يديك شاف موحة. انت سيدي دويتي على الخرازه يجي لك الخرازة يديك الحبس. انت ما هضرتيش كاع قايد ياسك يجي لك العثماني يديك يقول لك يقلدني.
على قبل الفنان يمشي يبقى ساكت في داره يمكن مش ساكت وكاك ما يقيلكش يجي مول الدار يديك على الكره. تبايلكم هيدنا اعزائي المستمعين ندوزو الفقره ديال المكالمات الهاتفيه ومع عليكم اتصلوا على 0 26 23 43 0 26 23 43. اذا ندوزو الاول مكالمه هاتفيه ونشوفو شكون معانا. الو 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 السلام عليكم. واش شريف ما كتهضر هكا؟ انا خفتهم يسمعوني. شكون هادو اللي يسموك؟ هادو اللي بغي نهضر عليهم. علاش علاش خايفهم يسمعوك؟ عندي واحد الموضوع خطير عليهم وخفتهم يسمعوني ويدعوني. شكون هما هادو اللي خايفهم يدعيوك؟ هادو اللي بغي نهضر عليهم اصاحبي. ويني زعما كيفاش هاد الموضوع خطير؟ موضوع خطير عليهم دابا دويت عليهم خفتهم يدعوني بحال دابا نايضه دعاوي. دابا اللي يدوي على شي واحد كيدعيو وانت خايف حتى يدعيوك. وي وخصنا نهضروا على هذا الموضوع. ايوا ما تهضرش عليه. لا خصنا نهضروا عليه. اش ما نهضروش عليه؟ خصنا نهضروا عليه ضروري. ايوا دوي راني خايف سيدعيوني. كيبان لي انا اللي عندي ياك اجري. ليش على هاد الطنش ديالك؟ لا 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 انا غنهضر. الله الا قال لك ندعي ما ندعي خايف نهضر ما نهضر. شنو هاد الطنش؟ كاين لي مكالمات لي والو الله يستر. واش شريف واش مكاينش لي زابيل ولا؟ كلشي خايف يتدعى. طاج مشى الفن خلا هاي هاي عنكم.